على أرض المحروسة اختتمت بطولة إفريقيا للدراجات للمضمار محققة العديد من النجاحات على المستوى التنظيمي أو التنافسي. لاعبو منتخب مصر للدراجات رجال ونساء حصدوا العديد من الميداليات المتنوعة ليتصدروا المشهد التنافسي بقوة أمام المنتخبات المشاركة والتواجد في مختلف المنافسات على منصات التتويج. وعلى الجانب التنظيمي فقد أشادت جميع الوفود المشاركة في البطولة بحسن التنظيم والإقامة والإجراءات الطبية المتبعة في مصر لمواجهة فيروس كورونا. وتستعد مصر لاستضافة بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من سبتمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ويضم منتخب مصر عناصر مميزة ويأتي من بينهم حسن عمرو الصيفي صاحب 23 عاما والمنضم للفراعنة منذ عام 2013. حقق الصيفي على مدار مشواره العديد من الألقاب وحصد الميداليات في مختلف البطولات، على سبيل المثال وليس الحصر حصد لقب ثاني عرب 3 مرات متتالية أعوام 2013، 2014 و2015 وثالث إفريقيا في كأس المركز الدولي الإفريقي، كما توج كأول الجمهورية 4 مرات للناشئين ومرتين للشباب، وأول الجمهورية درجة أولى في عام 2018 وثاني الجمهورية عامي 2019 و2020. وعن العنصر النسائي فيضم منتخب مصر أيضا حبيبة عليوة صاحبة 17 عاما وضمن صفوف الفراعنة منذ عام 2019، وتوجت خلال مشوارها بلقب أول عرب 2019 وحصدت العديد من الميداليات المتنوعة في منافسات بطولة إفريقيا للمضمار 2020 بذهبية و4 فضيات وميداليتين برونز بطولة إفريقيا للطريق 2021. وفي بطولة إفريقيا للطريق 2021 حصدت 3 ميداليات فضية وذهبية للمضمار إلى جانب العديد من الميداليات على المستوى المحلي والقاري. حبيبة ضمن اللاعبات التي تستعد للمشاركة في بطولة العالم للمضمار للشباب سبتمبر 2021 المقامة في مضمار استاد القاهرة. عمرو الصيفي وحبيب عليوة يأملان في مواصلة المشوار بقوة في منافسات الدراجات خلال المرحلة القادمة وحصد ميداليات متنوعة في البطولات المحلية والقارية والعالمية. زي ما حضراتكم شفتوا في التقرير امبارح اختتمت فعاليات بطولة افريقيا للدراجات للمضمار كانت في استاد القاهرة، والفقرة دي معانا 2 من لعيبة منتخبنا واللي حصدوا كمان العديد من الميداليات خلال مشوارهم. خلينا سريعا نرحب بحسن الصيفي وحبيبة عليوة، صباح الخير. في البداية كده علشان الناس تبقى يعني اللي مش عارف اصلا عن هذه الرياضه تعرفوه اكتر، فكره هنا الدراجات بالمضمار وان فيها اصلا بطولات وفي فعاليات بتحصل، فخلينا نبدا من هنا. مين فيكم عايز يبدا؟ لا مفيش مشكله. الاول احنا لعبه الدراجات دي يعني مش عباره عن مضمار بس، بتتقسم لكذا فئه، منها الدراجات الطريق اللي هي الروت سايكلينج، المضمار اللي هي التراك سايكلينج. انا مش سامعاك، علي صوتك بس شوي. دراجات الطريق اللي هي الروت سايكلينج، دراجات المضمار اللي هي التراك اللي احنا لسه مخلصينها امبارح، في بي ام اكس للاطفال، في الماونتن بايك، في البارا سايكلينج بتاعت ذوي القدرات الخاصه. احنا هنا في مصر متميزين في الطريق وفي المضمار. لسه المضمار ده معمول عندنا في مصر من 2 سنين، ما كانش عندنا مضمار في مصر قبل كده، فبدأنا نتميز فيه شوية. المضمار ده بيبقى عبارة عن تراك، عبارة من في 400 متر وفي 250 متر، الأولمبيك بيبقى 250 متر ده اللي عندنا في مصر هنا. ده بيبقى أدق شوية في التدريبات، والعجلة بتاعته حتى بتكون مختلفة، إنها ما فيهاش فرامل وما فيهاش تروس، هي عبارة عن ترس واحد وما فيهاش فرامل، ما فيهاش أي حاجة. وما ينفعش توقف في النص خالص. ولو حصل اي حاجه برضه ما فيش تحكم في الجزئيه. خطيره ودقيقه جدا جدا جدا، وتمريناتها اصعب بكتير، فاحنا ما كناش عارفين نشارك فيها في السنين اللي فاتت بسبب ان ما كانش عندنا في مصر مضمار، بس الحمد لله عملوه اخيرا.
وبدأنا التدريبات عليه وحتى في بطولة عالم هنستقبلها السنة دي هنا في مصر لأول مرة للناشئين، وحبيبة هتشارك فيها إن شاء الله تشرف مصر فيها إن شاء الله، وزي ما شرفت مصر في البطولة الأفريقية من الأيام اللي فاتت. أنتوا عندكم كم سنة الأول يا حسن؟ أنت عندك كم سنة؟ أنا 23 وهي 17. طب ابتديتي إمتى أصلاً يعني إن أنت تخشي الرياضة دي؟ من 5 سنين. 5 سنين؟ أه، فبدأت من كان عندي 13 سنة غالبا بدأت أدخل، بس ما كانش ليا بطولات، فكنت بتمرن لحد ما ابتدي أنا أقدر أشارك في البطولات. طب وبطولة العالم بقى للشباب اللي بنتكلم عنها دي دلوقتي، يعني كلمينا بقى أكتر، هتشاركي فيها؟ هي احنا بقالنا كتير اصلا بنستعد لها، وهي المفروض كانت هتتلعب السنه اللي فاتت بس عشان الكورونا اتاجلت واجلوها برده، كانت هتتلعب الشهر الجاي بس اجلوها لشهر 9. ومفروض يعني هي شهر 9 بعد ما اتاجلت خلاص ده الفاينل. اه، بتستعدي دلوقتي ازاي بقى يعني التمارين والحاجات اللي زي كده؟ هو احنا مش بنتمرن في التراك، يعني احنا بنتمرن على الطريق، وفي التراك ده بيبقى قبل البطوله بفتره قليله. ليه؟ هل ده مثلا ما فيش اماكن تقدروا جوه تتمرنوا فيها، ولا الافضل انك تتمرنوا في الشارع مثلا؟ هو احنا التراك مش متوفر لينا. اه، ما ده اللي انا بقوله في مصر. آه، بس احنا بنتمرن على الطريق وعندنا بقوتنا بنقدر نمشي في التراك مع الناس. ويمكن كمان الطرق العاديه يعني التمرين فيها يبقى افضل، لان اكيد التراك اسهل يعني. آه، صح كده. احنا المفروض نتمرن، عارفه التراك ده عامل زي السباحه كده، اللي هو ممكن السباح يفضل يتمرن عشان خاطر مثلا يعوض جزء من الثانيه في خلال الموسم، فالتمرين على التراك هيبقى ادق اكتر، بس المشكله ان هو مش تحت سلطه اتحاد الدراجات عندنا، فالتمرين ما بيبقاش سهل دايما، يعني بيبقى ليه اجراءات عشان نقدر نتمرن جوه وكده، يعني في معسكرات المنتخب بس، مش اي وقت ان احنا نقدر نتمرن فيه. خليني اكون صريحه معاكم، في بعض الرياضات اللي مؤخرا ممكن نكون بنسمع عنها ما كناش عارفين عنها في الفتره اللي فاتت، منها بصراحه الدراجات. يعني دلوقتي احنا بنتكلم ان في بطولات، هو بطوله عالم وبطوله افريقيه وعندنا ابطال بيمثلونا بيحصلوا على ميداليات، ولكن اعتقد ناس كتير دلوقتي بتتفرج ما تعرفش النقطه دي. امتى ابتديتوا تحسوا ان فعلا في اهتمام سواء من الاعلام او من الناس، ابتدى يبقى في وعي لا ده في رياضه الدراجات موجوده، وابتديتوا تاخدوا دعم اكتر؟ انا بلعب رياضه الدراجات دي من 2010، ما حسيتش من زمان يعني. آه، السلام من وانا صغير ما حسيتش بموضوع الدراجات ان الشهر قوي، غير لما سياده الرئيس بدا يشجع موضوع الرياضه فعلا. وساعتها حتى يعني بعد فترته هم بداوا يعملوا التراك هنا في مصر. التراك ده كان مشروع من سنه 96، لسه متنفذ من 2017 او 2018 بيتهيألي. فده اللي بدا يشهر اللعبه شويه، وبقى عندنا حتى ايه عناصر كتير في كل المحافظات نقدر نختار منها المنتخبات والفرق والكلام ده. فبدانا نعلى شويه في اللعبه حتى على مستوى افريقيا ومستوى العالم، اكتر ان احنا ما كناش بنشارك في حاجات عالميه أصلاً. ابدا. دلوقتي عندنا لعيبه كتير، في البطله ابتسام زايد لعيبه اولمبيه مصريه بس في الدرجه الاولى، بدات شاركت في اولمبياد ريو دي جانيرو اللي فاتت ومتاهله لطوكيو السنه دي. فبدا الموضوع يشتغل شويه عندنا في الكام سنه الاخر يعني. انا بتفق معاك بصراحه، لان الواقع هو اللي بيقول كده، هو مش كلام. انت لما ابتديت دلوقتي فعلا تسمع وتشوف يعني كلام من سياده الرئيس او حتى قياده سياسيه بنتكلم يعني، واهتمام كمان وزاره الشباب والرياضه، خلينا نقول فكره هنا الرياضه هيبقى اسلوب حياه، فده عكس على ان فكره على الواقع فعلا. رياضات كتير زي ما انا كنت بقول ظهرت مؤخرا. طيب احنا عندنا منتخب من امتى تقريبا؟ من التسعينات. من التسعينات بس ما بيشاركش زي ما انت قلت لي. كان بيشارك، وكان عندنا جيل شارك في اولمبياد 2000 اللي هي بتاعت اثينا اعتقد. بس يعني بعدها حصل بقى دروب في المنتخب فتره لحد ما بدات الدنيا دلوقتي احسن من بدايه من 2016 يعني. بس احنا بنتكلم كمان يعني حبيبه مثلا يعني سن دلوقتي صغير، ولكن بيحصد بطولات وفي نفس الوقت او ميداليات وبيشارك في بطولات كبيره، ففكره الكوادر موجوده يعني. عندنا قاعده لاعبين كويسه جدا دلوقتي في الناشئين في مصر، بس يا رب نقدر نحافظ عليهم انهم يعني يوصلوا لمستوى عالمي اكتر، ان دايما اللاعبين بيوصلوا لمرحله ان اللعبه دي محتاجه اهتمام كتير واحتراف وسباقات كتير، وده مش متوفر عندنا في مصر قوي، ان احنا مش بنعرف في احتكاكات دوليه كتير يعني، على قد الحاجات الافريقيه بس، لكن في بطولات دوليه ثانيه
ممكن نشارك فيها بس بيبقى صعب. ده لحد دلوقتي ما شاركناش، يمكن قدام يحصل في اختلاف يعني. حتى عشان حاجه تجهز لبطوله العالم صح، لازم يعني يكون في احتكاكات دوليه كتير في الكام شهر اللي فاضلين دول يعني. ده اللي انا كنت عايزه اساله لك يا حبيبه، يعني انت دلوقتي مبدئيا كلميني عن المنتخب عشان ابقى عارفه، وبعدين قولي لي انتوا بتتعاملوا يعني تدريباتكم استعداداتكم، غير ان هو فكره بس البطوله العالم، لا انا عايز اثبت نفسي في الرياضه دي في مصر، فاكيد في شغل مش بس عشان البطوله. بس خليكلميني في البدايه عن المنتخب. هو المنتخب احنا المفروض قبل بيكون في بطوله بنعمل معسكرات مثلا شهر او شهرين عشان نبقى كلنا، لان العجل مش لعبه فرديه وجماعيه، ففي سباقات كتيره بنبقى محتاجين نبقى اشارات مع بعض، احنا ما ينفعش نتكلم في السباق واحنا ماشيين، احنا بنرهق نفسنا على الفاضي. فالسنه دي الكورونا ما عرفناش خالص التجمعات عشان كانت ممنوعه وكده، فما عرفناش نتجمع ونعمل اثارت بشكل حتى يعني. السباقات المحليه بتاعتنا كانت فرديه بس، كانت فرديه مش فيها حاجه معايا خالص يعني. معلش عشان برضو الناس تفهم اكتر، ازاي سباق فردي وازاي سباق جماعي؟ يعني هو مش المفروض المنافسه بتبقى بين شخص وشخص من كذا دوله؟ احنا دلوقتي عندنا في سباقات فرديه، انا مثلا ممكن اطلع لوحدي اعمل مسافه معينه واللي يجيب احسن تايم ده كده فردي. بالظبط ده اللي احنا نعرفه. الجماعي نفس الموضوع بقى. ممكن اعمل فرق، احنا فرقه ويطلعوا كل فرقه لوحدها والفرقه اللي تعمل احسن تايم. ممكن سبق اطلع احنا كلنا نطلع الناس كلها كل الفرق مع بعض، وكل الفرق تعمل تاكتكس مع بعض ازاي يريح احسن واحد عنده عشان خاطر ده يكسب الفريق التاني. طب ده المكان اللي بيستوعب الفرق كلها ده فين؟ لا ما احنا ممكن نلعب على طول. انا نفسي الحبيبه ترد بقى. في طرق كتيره، طرق كتيره بنلعب عليها يعني. احنا من زمان واحنا بنلعب في السويس وفي اكتوبر وفي بورسعيد وكل الاماكن يعني، بنوفر لنا طرق تنفع تمشينا. هو المنتخب كم واحد، كم شخص يعني؟ لا على حسب كل فئة بيبقى فيها كم واحد يعني. مثلا يعني العمومي بيبقوا ستة، والناشئات بتبقى ستة، والعمومي بنات ستة والناشئين ستة كده على حسب العدد. في منتخب للبنات وفي منتخب للولاد صح كده؟ كويس. طب مين المدرب برضو؟ كابتن. لا ما تقعدش ساكت، هتتكلم يا حاج. كابتن محمد ابراهيم. كابتن محمد ابراهيم ده مدير فني المنتخبات عندنا، رجالي وسيدات. ده مدير فني المنتخبات، وعندنا في النادي كابتن احمد عادل ابو الفضل المدير فني النادي عندنا دي 6 اكتوبر. طب ولما تحصلوا على ميداليات وبطولات ازاي بيكون الريورد او الجائزه او بيحصل ايه؟ ماديا الموضوع كان يعتبر مفيش يعني. كان زمان في اللي هو امتى؟ من حوالي سنتين. صح، من سنتين. النادي عندنا كان بيعمل لنا عقود يعني، يعتبر رمزيه يعني. شويه بس يعني كان بيهتم بالموضوع، كان مهتم يعني بالموضوع اكتر من اي حد يعني، بس دلوقتي مفيش خالص. شوف بتقولها وهي مفيش خالص. طب قالوا لكم السبب مثلا عشان الفتره بتاعت السنه اللي فاتت في الظروف؟ فتره الكورونا بهدلت الدنيا خالص. بس انتوا دلوقتي انتوا اللي بتصرفوا على نفسكم يعني؟ هي اللعبه مصرفه كتير جدا. انا عايز اقول لك ان العجل بتاعنا ممكن يوصل العجله ب 100,000 جنيه. ليه عجله ب 100,000؟ ما بتبقى بقى العجله مش مجرد ان انا بركب عجله وخلاص، لا ده انا لازم العجله تبقى وزن معين عشان تبقى خفيفه، عشان تساعدني مثلا في الطرق اللي فيها طلوع، يبقى فيها عدد تروس معين، يبقى فيها يعني هي تختلف عن العجل العادي. بكتير. وفي مثلا حتى البلي اللي فيها بيبقى سيراميك، مش عارف الماتيريال بتاعتها كربون فايبر، فبتبقى هاند ميد اصلا، ففيها يعني العجله اللي مش حلوه دلوقتي بتبقى ب 50 يعني. العجله اللي فاحنا ما فيش حد هيوفر لنا الكلام ده غير احنا، مجهودات شخصيه كلها يعني. طيب هل في مثلا تواصل اكيد مع وزاره الشباب والرياضه فكره حتى متابعتكم في البطولات يعني واي انجاز بيتم؟ هو بيتابعونا، بس المشكله ان زي ما بقول لحضرتك اللعبه مكلفه بطريقه صعبه ان حد يتحملها، فممكن هم بيجيبوا لنا امكانيات احنا ما بنعرفش ننافس بيها قوي. طب والعجل متوفر في مصر ولا كمان بتجيبوه من خارج ولا ايه؟ بنجيبه من بره، مفيش من الخارج. بنجيبه من خارج عشان نجيبه باسعار كويسه، ان لو جه هنا في مصر يبقى اسعاره عاليه جدا جدا يعني. طيب هل الرياضه دي في العالم يعني لها مستقبل كبير؟ نقدر نقول ان احنا في مصر بنطمح ان احنا نكون زي كده؟ ومين الدوله مثلا اللي هي فعلا عندها يعني تقدم في الرياضه دي او بتعمل رانكينجز كبيره؟ اعتقد فرنسا والمانيا صح؟ اوروبا عامه في العجل كويسه، بس احنا عندنا في مصر دايما لما بنتمرن مثلا معسكر بره شهرين ثلاثه
بنعرف نجاريهم عادي. بس المشكله ان احنا ما بنكملش. يعني مثلا انا وحبيبه من سنتين كنا في معسكر في جنوب افريقيا، قعدنا 3 شهور. اول ما رحنا ما كناش قادرين في السباقات خالص وورا وبتاع، شهر بقينا نمشي كويس، الشهر التالت بقينا نكسب الناس اللي هناك اللي على طول. فنرجع مصر نقعد سنتين ما نروحش في حته فنرجع. اكيد اكيد التوقف ده ممكن ياثر بشكل سلبي، ولكن خلينا نقول ان احنا ابتدينا اهو نشوف اختلاف على ارض الواقع شويه واهتمام كبير. فاتمنى ان شاء الله ان انتوا في الفتره اللي جايه يبقى في دعم الى حد ما مخصص ليكم زي اي رياضه تانية في مصر، بتخلي او اللعيبه بتاعتها بيخلوا مصر كمان تحصل على بطولات، ده اللي احنا بنتكلم فيه. فانا بتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. اشكركم جدا حسن وحبيبه. هنروح بقى فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم، وكريم اكيد هينضم ليا وهيبقى معانا الاستاذ خالد الاتريبي.